بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما توفقنا بعون الله على تكوين أول كومبوننت الموجود داخل ناف بار، كومبوننت ناف بار جيس، الذي هو عبارة عن ناف، أحبائي الكرام، عبارة عن ناف يعني تحتوي على عنوان ثم مجموعة من الروابط. الآن لنحاول مع ستايل، نحاول مع ستايل لرونقة هذه الأشياء إن شاء الله خطوة بخطوة، يا بسم الله على بركة الله. وبالتالي أول شيء سنقوم بخلق بوكس أو خلق ديف بلون أزرق بعلو بارتفاع محدد. إذن أول شيء اللي مهم جدا هو ناف بار سي اس اس لا يحتوي على أي شيء. هذا ناف بار موجود داخل نفس الريبرتوار الموجود به ناف بار جي اس، وبالتالي سنقوم بتضمين هذا الملف. إذن لتضمين هذا الملف سنذهب إلى سأحاول أن أجر هذا الملف هنا. لا 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 ولا إذن سأصبح عندي اثنان ولا إذن كما قلنا إذن سنفعل import ثم سيكون عندي أحبائي الكرام كما هو موجود داخل index.js كما هنا import control c لكي لا أقوم بأي غلط. سأذهب إلى navbar.js، سنقوم ب Ctrl V وسنقول له Import مباشرة الملف. أين هو هذا الملف؟ موجود هنا. إذن سأسميه Navbar CSS. لماذا؟ لأننا نحن في نفس الريبرتوار، وبالتالي لا داعي لريبرتوار كومبوننت Navbar. إذن navbar.css. إذا navbar.css هو عبارة عن ملف، نقوم هنا بتضمين هذا الملف. أول شيء يا بسم الله على بركة الله سنقوم برونقة الناف. هذه الناف سنجعلها عبارة عن 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 جزء بلون معين وبارتفاع معين. إذا سأذهب هنا إلى navbar.css وأكتب ناف، ولا أفتح اللام وأقوم بإعطاء الرونق الخاص بالناف. إذن display flex لإجعال، ما معنى display flex؟ ليكون عندي أحبائي الكرام ليونة في المكونات الموجودة داخل الناف. مثلا مكونات داخل الناف، ليونة ولزوجة بين الناف. إذن مجرد كتابة display سيكون flex، يعني لتكون هناك بعض الليونة للأجزاء، يعني تأخذ عرض الصفحة أو المتصفح. أما الباكجراوند سنجعل بعض الألوان. إذن دائما سأقوم بهناك خطأ، لا إشكال background. إذن الباكجراوند أحبائي الكرام سأعطيه أحد الألوان الزرقاء. هل الألوان الزرقاء يمكنك أن تختار ما شئت من الألوان أنت وذوقك. إذن هنا لا داعي لإعطاء أهمية للستايل، ولكن للمنادى 077x6 عبارة عن لون، هذا اللون الأزرق. إذن هذا اللون الأزرق الخاص بالناف. إذن يمكننا أن نعطي بعض الارتفاع الخاص ب بالناف كالهايت أو سنتركه بهذا الشكل على لاحظ، أو يعطيه ارتفاع معين أو إذن الحمد لله قمنا بإعطاء ستايل خاص بالناف. الآن سنذهب إلى Learn React. أين هي موجودة؟ موجودة داخل عنوان H1 داخل ناف، وبالتالي سنذهب إلى ناف ونقوم نقول له اذهب إلى الناف واذهب إلى أي H1 موجود داخل الناف ويعطيه الستايل التالي. ماذا أريد؟ أريد من اللارن أن يكون باللون الأبيض، وبالتالي سأستعمل color ثم نقطتين ثم المنادة على اللون white. إذا لاحظ بأن learn react اصبحت احبائي الكرام باللون الابيض. اذا سأذهب الى الـ URL،
سنذهب إلى الـ UL. الـ UL ماذا الـ UL؟ الـ UL عبارة عن UL مجموعة من العناصر. إذن هنا عندي أشأة، ثم عندي عنصرين، الأشأة والعنصر الـ UL. يعني هناك فلكس، يعني ستكون يعني دائما سيكون التحرك مقرون بأشأة والـ UL. إذا سأذهب هنا و أذهب إلى الـ UL. إذا ناف بار دو جي اس تحتوي على ناف اش ان ثم UL. سأذهب إلى الـ UL وأقوم بإعطائه بعض الستايل. إذا الـ UL ناف العناصر الموجودة، الـ UL داخل الناف، أكواد مفتوحة أكواد مسدودة، ثم سأعطيها بعض الخواص. إذا جميع العناصر الموجودة داخل الـ UL يجب أن تكون مرنة، تأخذ نفس البوا، تأخذ نفس نسق الأب. وبالتالي سأستعمل الخاصية display flex، حتى هنا display flex لجعل مرونة المحتوى داخل المحتوى، مرونة المحتويات داخل المحتوى. ثم أكتب له justify. إذا justify contents وسأعطيه space between أوتوماتيك هيبقى الكرام space between. إذا ماذا تلاحظ؟ justify content space between، شوش لاحظنا أنه أصبح هنا مجموعة من العناصر، وهذه العناصر وعلى تأخذ نفس، لاحظ هنا كلما تباعدنا يعني الأش والعناصر، الحمد لله. وعلى إذا هنا سأضيف خواص أخرى، إذا سأضيف هنا خواص أخرى خاصة بالناف UL. margin left auto، يعني هنا margin left سأعطيه margin left يعني على يسار الصفحة، وعلى يعني سأقوم وهنا سأعطيه auto يعني في الوسط على على يميني، أما هي left يعني على يسار الشاشة. وبالتالي سأقوم بكتابة auto أحبائي الكرام. إذا لاحظ سيكون عندي الأشياء التالية. إذا وعلى سأسمح هنا وعلى سأخذ هنا إذا لاحظ أصبحت العناصر، هذه العناصر موجودة في موجودة على اليمين، لأنني كتبت له هذه الـ UL، هذه الـ UL بالضبط موجودة على اليمين، وعلى على اليمين من يميني أنا، أما هي يسار نفسي يعني يسار الشاشة. فوالا، إذا هذه الأشياء جميلة جدا. إذا سنذهب ونقوم بالتباعد، يعني الـ UL تحتوي على مجموعة من العناصر، سنذهب إلى كل عنصر ونقوم بإعطاء رونق هوم برودكت سيرفيس. وبالتالي أين سأذهب؟ سأذهب إلى الناف، سأقول له اذهب إلى الناف وجميع العناصر الموجودة UL الموجودة داخل الناف، و وإعطاء الرونق للـ List Item. إذا List Item أحبائي الكرام سأجعل تباعد بين العناصر يمينا يسارا فوق وأسفل، وبالتالي سأكتب مثلا مارجين 10 بكسل كتباعد بين المكونات الكل ليست. إذا لاحظ هناك الحمد لله أصبح عندنا تباعد. لو قمنا بهذا لاحظ أصبحت عندنا تباعد بين مختلف المكونات. إذا لنزل تلك النقط، إذا لنزل تلك النقط الموجودة موجودة بالليست. وبالتالي سأذهب إلى الخاصية ليست ستايل، إذا سأذهب إلى ليست ستايل وأقول له نون يعني ليست ستايل، وسأكتب له نون يعني لستايل نول يعني قام ب محو النقط. اذا لستايل، اذا ساقوم بتكبير الكتابه نوعا ما. اذا تكبير الكتابه او جعل الكتابه، اذا تكبير الكتابه ساكتب فونت سايز، ساعطيه مثلا فونت سايز 15 بكسل. إذا يمكنك أن تختار ما شئت، فوالا لأن 15 بكسل كفونت سايز. إذا لاحظ الآن سأذهب إلى هذه العناصر
هوم برودكت. هذه العناصر لو لاحظنا ناف جي اس فهي موجودة داخل الأ داخل الأ، وبالتالي لو أردنا الوصول إليها سنستعمل ناف يو ال ال اي أ بهذا الترتيب. إذا لكي لا استسمح ولا استسمح، إذا لكي لا يجب أن أعطيها كلاسات، لكي لا يجب أن أعطيها كلاسات لكي لا أقوم ب لي مينيميزي بور مينيميزي ليكريتور، لكي لا نكتب مثلا نكتب دون سي اس اس ناف يو ال ال اي، سنكتب كلاسات، سنكتب كلاسات مجرد كتاب كلمة واحدة بدل مجموعة من الكلمات. إذا سنذهب هنا إلى ما معنى إلى أين، إلى الناف، اذهب إلى الناف ثم ادخل إلى ال اي ال ثم ادخل إلى ال اي ثم ادخل إلى الروابط الأ وإعطاء الرونق. إذا لاحظ لاحظ هذه الروابط هي الروابط الأزرق، إذا سأقوم بتغيير الكولور للأزرق، دائما يناسبه الأبيض، وبالتالي سأذهب إلى كولور و وايت، إذا سأقوم باختيار وايت اللون الأبيض، إذا أصبح عندي الحمد لله تلك الألوان. إذا سأزيل السطر الموجود تحت كل كلمة، هذه الخاصية تدار باستعمال تكست ديكوريشن، إذا سأقول له تكست ديكوريشن نون، إذا سأكتب له نون لكي تزال هذه الأشياء. إذا الحمد لله أزيلت هذه الأشياء، وعلى كما تلاحظون Learn React. إذا وهناك تناسب بين المكونات، وعلى ويمكنني أن أقوم بتغيير Contacts Us إلى زر، مثلا Contacts Us إلى زر بوتون، ستكون الأشياء جميلة جدا لو أردتم أحبائي الكرام. إذا Text Decoration None، إذا مجرد أن أضغط هنا يجب أن يتغير اللون، مجرد أن أضغط على Home أو Products، وبالتالي سأعاود هذه الأشياء Ctrl C و Ctrl V لعدم إضاعة الوقت، ونستعمل نقطتان Over. ما معنى Over؟ عندما يكون الماوس فوق الأشياء إذا سأغير اللون. يمكنك أن تختار ما شئت من الألوان، مثلا لون لون مثلا هذا اللون مثلا مثلا، إذا لاحظ لون أبيض. لا لا أحبائي الكرام تسمح، إذا هذا اللون، إذا سأعاود لون أونتخي، فوالا هذا اللون. لو ذهبت لاحظ لون أخضر، فوالا ولكن لون سأجعل شيء لون أصفر، أعتقد أصفر أحسن، فوالا فوالا نعم هوم أصفر، مهم سبحان الله. إذا تكون دراسة أصفر فوالا، إذا هذا اللون كونتاكت فوالا. إذا كما قلنا، إذا هذه عبارة عن مجموعة من الخواص الخاصة بالصفحة، ويمكنكم أحبائي الكرام أن تختاروا الستايل المرغوب لديكم. فوالا، إذا ما يهمني جدا أنا ماذا أريد أن أصل؟ أصل إلى هذه المهارة بأنني يمكنني أن أقوم بمنادات على في على ملف سي اس اس يقوم بإدارة هذا الكومبوننت، هذا الكومبوننت أحبائي الكرام. إذا لتبسيط المسائل لاحظ جيدا، إذا بدل بدل كتابة ناف يو ال ال اي سنذهب مثلا ونكتب ناف ايتم ولا شي حاجه. اذا هنا احبائي الكرام ناف ناف يو ال ساكتب مثلا شيء كلاس، اذا لاحظ ناف جميع ال ال اي في ال يو ال في سأسميها مثلا ناف مثلا ايتم، فوالا، وهذا ناف ايتم عباره عن كلاس. اذا لاحظ كنترول سي، ساذهب الى ناف بار جي اس، سنقوم هنا بلاحظ بكلاس نيم، فوالا تساوي كلاس نيم، وسنمرر له هذا الكلاس،
وسنعاود. إذن هنا لن تظهر، سيظهر إذن لن تظهر. إذن سأقوم بإعادة الأشياء. إذن كلاس داخل ال اي كنترول سي لاحظ هنا، كنترول في لاحظ هنا، كنترول في لاحظ هنا، كنترول في كلاس بدل استعمال UL كلاس كلاس نيم. هنا ستظهر الأشياء بجمالية كذلك لا تغيير. إذن سنذهب مثلا ناف UL، سأقوم بتسميتها كناف ايتام ناف UL. إذن يمكنني أن أمرر لها كلاس نيم ناف UL ناف UL. إذن هاد ناف UL أحبائي الكرام هي ناف UL كنترول سي. سأذهب إلى الملف ناف بار سي اس اس وناف UL سأقوم بتعويضها بيد هذا الشيء وإضافة نقطة هنا وإضافة نقطة يعني كلاس. إذا لو لاحظتم لن يتغير أي شيء داخل الموقع. إذا لاحظ ولا لا شيء. إذا يمكنك استعمال كلاسات، أحسن شيء استعمال الكلاسات أحبائي الكرام، مثلا ناف اكسترا. إذا شكرا على مشاهدتكم وإلى اللقاء، وتعلمنا هذه المهارة بتقسيم مجلدات وجعل كومبوننت داخل مجلد داخل كومبوننت وتضمين الستايل بملف ينتمي إلى نفس الملف، ينتمي إلى نفس المجلد. شكرا لانتباهكم وإلى اللقاء.